238,258 مشجع، هو رقم كبير، وهذه إشارة إلى عدد حضور جماهير الاتحاد منذ موسم 2010 عندما يلعب المباريات في ملعبه في جدة فقط، ولم أقل في كل مكان في المملكة، وهذا يعطيك دلالة. يلا أعطوني ما لديكم، أظهروا إمكانياتكم وقدراتكم لاعبي الفريقين. كورنادو الضربة الأولى لكنها صدمت بها المهرب، أول فرصة أول ضربة لا إله. ركنية رصراوية والعيون على كريستيانو، غريب على تنفيذ ركنية رصراوية عرضية بالرأس، لكنها كرة العمري سهلة إلى حارس المرمى مارسيلو جروي. زحمة يا دنيا زحمة، كريستيانو رونالدو في وسط الملعب يحاول يمر، رونالدو مر رونالدو على اليمين إلى غريب إلى تمريرة، لكن تغطية دفاعية لا زالت رصراوية، محاولة تسديد كرة مرانة أمامية حلوة لكنها لم تكتمل. من كونان مرة أخرى إلى كريستيانو، تمرير الكرات بالرأس معتمدا على طوله بالنسبة لرونالدو. جوستافو بلمسة على جهة اليسار، مرور جميل من جانب كونان، طويلة خطيرة باتجاه رونالدو، تحضير إلى غريب، غريب يحاول يمر، غريب يمر والتسديدة وكرة وفرصة. يا إلهي أخيرا من جانب حكم اللقاء، بدأ أنه فيها شك على رونالدو في الأصل. على كل حال هجمة استمرت ولم تنتهي بسهولة، يا الله الفرصة. هذه اللقطة اللي يتكلم فيها تسلل على كريستيانو، الهجمة استمرت بعد ذلك، الإشارة كانت موجودة من حكم مساعد في أعلى الصورة دون أن يصفر طبعا لاهوز. تركهم الهجوم النصراوي يواصلون الهجمة، في الأخير صفر بوجود تسلل في الأصل. تسلل الصليهم في وسط الميدان بدون تغيير على مستوى تشكيلة الفريقين. إيغور كورنادو بكرة عرضية خطيرة بالرأس، يا إلهي لقطة في منتهى الخطورة، حلوة لكنها لم تكتمل، لكن اللوحة لم تكتمل. الضربة الرأسية ضربها برونو على ما يبدو مغمض العينين، ربما حتى يحط، يريد ان يختبر قدرات جروي مع هذه الفرصه. صاروخي ماديرا، كريستيانو تسديده بعيده جدا على مرمى مارسيلو، والى ضربه مرمى يا كريستيانو، ضربه مرمى كره كريستيانو رونالدو الاخيره. تكلم انه الحافظ الاتحاد على نظافه شباكه، الكره باتجاه سلايم، تسديده لكنها في يد الحارس. حلوه اللقطه الماضيه، الكره والتسديده من سلايم، سؤال كبير وتمريرة كورنادو وحمد الله بكرة وكرة وتسديدة. يا إلهي المارو يا جماعة، المارو جوندالف يمنع الاتحاديين من الوصول إلى المرمى. عند النصر حارسين وليس واحد، روما قوية وفالمارو. عادت لبد الله اللعب بقوة أكبر، الكرة العرضية خطيرة بالرأس، يا إلهي مش ممكن اللقطة، الله على أيدي روما كرة العادة. شوف العبود العبود بكرة عرضية بالرأس خطيرة لكنها تمر إلى ركنية. من هذا المهاجم اللي ظهر فجأة لنا في هذه الهجمة العنترية من جانب شرحيلي؟ شطة يحافظ على كورته، حلوة باتجاه رومارينيو، مر وكرة روما من لها غير روما يا عميد، لا جديد روما وشباك النصر، روما ومباريات النصر، الهدف الأول في القمة. روما لقد خطفها، عدى بمهارة بشطارة، حريف لعيب فنان هداف حاسم يسوي لك كل شيء، روما ولا غيرها. شوف اللقطة مرة أخرى من جانبي المتألق شرحيلي بهجمة عنترية، يحاول يمر لكريستيانو، يا إلهي مش ممكن يا جروي.